كتير حلو، نحن عم نسلط الضوء على هذا الشيء يعني، وعم نكبر فيهم ونشوف مواهبهم. يعني كتير انبسطت، هو كتير انبسط. اسمي عبد الله حسن اخا غزال. هاي نمسوك صرت انهي اجتنا هنا، وهي سعيد ان انا موجود بهاي الاصل العظم. لا ما خايفه، انا ابوي انا العظم. نحن ضد الشو، ونحن ضد فكرة بس إنه نحن نعمل إيفنت ويصفقونا العالم وإلى آخره. كان الموضوع أبعد من هيك، نحن من خلاله حابين نكسر صورة ذهنية ونمطية عن هي الشريحة، ونتعامل معها بفكر حقوقي بعيد عن الفكر الخيري الرعائي. نحن ما في حدا كامل، نحن من جوا ممكن كاملين، من جوا عنا نقص. أطفال الداون المجتمع بيقول إنه هن الناقصين من برا، بس من جوا عندهم شيء أكثر أكيد. نحن موجودين اليوم وعم ندعم السنة كاملة كرمال ندعم بكل شيء بمجموعة من المنتجات، هي حتكون خاصة بمتلازمة داون تريزي ماي 21، وحيكون رايعة على كامل السنة لدعم أطفال داون. اليوم هي عم نشوف على الشاشة بعضهم كيف كانوا بأحد مطاعم دمشق اللي كل العاملين فيه من أبناء هذه الجمعية أو من المصابين بمتلازمة داون.